مرحبا، نمارس الترجمة يوميا بشكل يخترق كياننا من الحسي الغامض إلى اللغوي الأقل. نسعى يوميا إلى التعبير عن هواجسنا بتهور أو بصمت، وفي تواصلنا اليومي نعيش ترجمة أخرى بين لغة الجسد والإشارة لنكمل درب الفنون الطويل بقلم أو بريشة أو بإزميل. نفتح باب الصفحة الأولى. تعد أعماله الفنية نتاج فكر وليس نتاج هواية أو شطارة. فنان ينقل ما يراه بحرفية الصانع للوصول إلى خلاصة المشاهدة بموهبة فذة ونادرة. الفنان التشكيلي عدنان حميدة يؤمن بقدرة الفن التشكيلي على كتابة التاريخ برموز وألوان تجسد الأحداث ببعدها الإنساني وتحجز لها مكانا في الذاكرة. الفنان عدنان حميدة ذهب بعيدا بأدواته وألوانه، يرسم التاريخ بلغته الخاصة. باسمكم أرحب بالفنان التشكيلي والأستاذ والمدرس عدنان حميدة. أستاذ عدنان، مرحبا بك. مجددا أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة البرنامج الأولى، الصفحة الأولى، والتي نفتحها بصحبة فنان تشكيلي ومدرس استطاع أن يرسم عذابات هذا الجيل بألوانه التي لا تنضب أينما ذهب. باسمكم أرحب بالفنان عدنان حميدة. أستاذ عدنان، مرحبا بك. يا أهلا وسهلا، شرفتنا. تسلم. يا أهلا وسهلا بك. دائما يعني نتحدث في بدايات التي كادت وقادت بتجربتك إلى منجز اللحظة. كيف بدأ عدنان؟ ومن دلك على الريشة والألوان؟ والله هي القضية بتجي أحيانا بالجينات الوراثية، يعني حتى يعني ما بدي طول الحكي، من مثل ما بيقولوا كل الفنانين، من أنا وطفل بدأت أرسم. إذا البيت، البيئة اللي كنت عايشها، تقصد هي المدينة ولا البيت؟ المدينة ولا البيت؟ البيت والمدينة، لأنه البيئة اللي كنت عايشها بالبيت كانت بيئة ثقافية، بيئة علم وبيت ثقافي وعلم. هي أولاً. اثنين، المحيط اللي حوالينا، المحيط بمدينة دمشق كان مهيأ أنه في مراكز ثقافية، في انحظيت بمدرسين بالمرحلة الابتدائية شجعوا، احتكيت بشكل مباشر، وانحظيت بوجودي بمركز أدهم إسماعيل ما من بعد صف 11، وانحظيت بالأستاذ عزيز إسماعيل وأساتذة كتار، يعني انحظيت فيهم اللي صرت فيما بعد مدرسا فيه، يعني أي نعم. سيدي، يعني لماذا يعني طبيعة غير صامتة، وكيف يستطيع الفنان أن يعبر عن واقع بلاده عندما تمر بمحنة؟ طبيعة غير صامتة، أنا بصراحة هي أخذتها هو عنوان من خلال معرفتي بالمدارس الفنية. في المدرسة المستقبلية اللي ظهرت بداية القرن العشرين ونهاية التسعتاش، المدرسة المستقبلية ظهرت كانت تحرك الأشياء الصامتة، أو تحرك الأشياء، توحي بحركة الأشياء الجمادات. فهي تزامنت مع الرسوم المتحركة وظهور الكاميرا وظهور السينما. فالجمادات ممكن أنه تتحرك باللوحة بحركة ما، بحركة لون أو بحركة خط. هي من الناحية التقنية. أما من الناحية الأدبيات، اللوحة لما بتخلي الطبيعة الصامتة مؤنسنة، يعني أنت إذا بتشوف ببعض الأعمال بتدخل للطبيعة الصامتة، قصص زريعة بتلاقي فيه بقلبه وجوه، وكأنه عم نقول أنه هاي عم تحكي قصة، وكأن طبيعة الصامتة هي شاهد على الناس. نعم. أيضا يعني هذا الشيء ينطبق على تحت الركام. تحت الركام هي ما بعد
الطبيعة غير صامتة. نعم. تحت الركام الحقيقة بدأت، كأنه في مباشرة بالعنوان. ايه، تحت الركام بدأت من حرب غزة. شفنا الهدم وشفنا، وبالتالي كمان الحروب اللي امتدت بالعالم العربي حاليا. هي كمان أثرت فيني، أثرت فيني تماما. الفنان هل يستطيع أن يعبر بريشته وقلمه وأن يقدم وثيقة لقادم الأجيال عن ما تمر به هذه؟ شاء أم أبى هو قدم وثيقة، شاء أم أبى قدم وثيقة. وأحيانا بتكون قضية معاكسة، يعني ربما في عمل لإلي رسم فيه أدواتي هي رسمتها وكان القصف شغال وكان القذائف عم تنزل علينا. احيانا بيصير الواحد بده يوازن بالعكس، يعني مو بلحظة الواحد بيعمل مباشرة لحتى يفهم شو يلي صار، بده وقت. ممكن بعد زمن يستوعب شو اللي صار الفنان ويدخل بالموضوع. موضوع تحت الركام هو العنوان مباشر، لكن الموضوع إذا بتدخل له بتشوف الأعمال مو مباشرة تماما، مو مباشرة، لأنه الرموز اللي، وهذا عم يقود أستاذ عدنان، يعني عذرا للمقاطعة، كيف يولد العمل ويقوم بترجمته عدنان حميدة؟ يعني كيف تجي الفكرة؟ من شو يعني؟ يعني من طبيعة، من حدث، من ذاكرة، من فرح، من ألم؟ والعمل قديش يستمر عندك؟ أسبوع، 10 أيام، يوم، لحظة؟ هلا بالبدايات أنا كنت عندي منهجية، بالبدايات منهجية هي إنه تعلم تقنيات، تعلم رسم. بعدين صارت بدها تدخل المواضيع وبده يدخل صار في تجريب، يعني صار في تجريب. تخيل قعدت أكثر من 10 سنوات ما عملت معارض، حتى تبلورت لوحات، ما عملت معارض، بس قاعد عم بجرب تقنيا وعم بجرب شو بدي أعمل، كيف بدي أحور الأشكال. ما بدي يكون مباشر، يعني إنه شغلة أرسمها مثل ما هي كأنه فوتوغراف. لابد من الفنان إنه يكون متقن للفن، متقن للرسم، ومتقن وممتلك أدواته. لكن شو وظف هالأدوات؟ هل اخترع شيء جديد؟ يعني أنا بأسر لوحة هو اختراع، ما هو نقل مباشر للواقع. عدنان حميدة يعني له علاقة بالنوافذ والأبواب، هل تريد أن تعرف المتلقي بالداخل ومتى تفتح هذه النوافذ والأبواب؟ والله النوافذ والأبواب هي بعام 2000 عملت معرض. على فكرة مو بس يعني أنا، يعني اللي تساءل يعني وطلب منك، أحد الزملاء كتب مقال تحت عنوان أبواب، هنا أقتبس، أبواب عدنان حميدة مغلقة. هذا مين كتبه؟ أنا منين لقطة هاي؟ لأنه هاي المجلة بالذات أنا ما عاد شفتها، وهي رح زودك فيها بعد انتهاء اللقاء يعني. إيه، لأنه هذا النص اعتقد كاتبه المخرج السينمائي محمد مرص. نوجه له تحيه. تماما نوجه له تحيه. تماما تماما. ليش ابواب؟ هو اجى حضر احد معارضك وتفتل معك باللوحات وقال لك ليش الابواب؟ امتى راح تفتحون يا عدنان؟ تماما تماما تماما. هي ب 2001 صالة السيد كنا. نعم. ايه، هذاك معرض، هذاك كان مشروع، هو كان المشروع بعام 2000 من الأبواب والنوافذ إلى التجريد، كان مشروع كامل تساوى بصالة السيد. هذا المعرض هو اللي فتح آفاق ما بعد الطبيعة الغير صامتة وركام وتحت الركام وهيك. سافرت بلوحاتك يعني لك معارض خارجية، كيف تلاقي الفنان السوري حضوره عالميا عربيا؟ حضور الفنان السوري مهم جدا،
انا بشوف انه الفنان السوري يعني على المستوى طبعا العالمي طبعا انا بحكي على على وجوده. الفلسطيني، يعني انا بحكي انه فلسطينيتك السورية، فلسطينيتي السورية أو سوريتي الفلسطينية. نعم، يعني وأنت تقول أنا ولدت في سوريا، نعم، وترعرعت في شارع بغداد، وعشت في الحارة الدمشقية. نعم نعم اللوحة، اللوحة السورية كيف تراها في الخارج؟ يعني الفن السوري والفلسطيني لما بيطلع لخارج الحدود بيلاقي إقبال شديد، وبيلاقي هوية مختلفة عن الهوية الغربية، والاختلاف بالهوية هو اللي عم بيعطي قيمة. الاختلاف بالهوية البصرية هو اللي عم بيعطي قيمة لهي المنطقة. كثير من الفنانين ممكن يقلدوا الغرب، شو بيعملوا بيعملوا مثلهم، فدوني ما رح يلاقوا هويتهم. ايضا في اعمالك اذا دخلنا فيها استاذ عدنان، يعني لا يوجد الوان صارخه، ما في عندك هاللون القوي، لكن تستوقفني يعني بقعه حمراء، بقعه ارجوانيه، شو بتقصد فيها؟ هلا لا لك، كل فنان ممكن انه ياخذ مجموعات لونيه ويشتغل عليها. يعني انا اشتغلت مثلا بالمجموعات اللي فيها ازرق، اشتغلت بالاخضر اكثر شيء. الاخضر هو اللون الصعب، اللون الصعب اللي كثر ما بيخدموا عليه لانه بده دراسه. ولكن الدراسه الاكاديميه، يعني انا لما بدي انتقد لوحه او بدي اشوف لوحه، انا بشوفها ضمن نظم مو قولبه، في معيار محدد، في معيار، في مقومات للعمل الفني. هي مقومات العمل الفني، لا يمكن انه يجي انسان يعمل عمل فني ويقول عليه عمل فني مهما عمل من مواضيع هامة، إن لم يكن هناك مقومات للعمل الفني فلا أقول عليه عمل فني. نعم، قبل الهوى تحدثنا عن أن الإبداع لا يورث، ولك أنت كلمة وموقف يعني تخالفني فيه. من خلال تجربتك في التدريس كيف تقيم أعمال طلابك؟ وهل هناك من خط بياني يعني يشي بالفرح لهؤلاء الطلاب الذين تتلمذوا على يديك؟ لنبدأ من البيت، طارق فنان وعدنان فنان، إذا هل وعندي طارق ابني الكبير مهندس معماري، إذا وعندي أحد الأجداد هو مهندس معماري. إذا أنت مصر أن الفن يورث؟ الفن يورث بالجينات، بالجينات كوراثة بيولوجية، يعني ها هي تورث. ولكن انا دائما بقول شغله، انه مثلا في الدماغ الانساني رب العالمين خلقه وكاله، ففي مناطق بهالدماغ، في منطقه اسمها الابداع والاحساس الابداع. هي منطقه الابداع اذا كبس الزر عليها وتم التفعيل، تم التفعيل. اذا لم يتم التفعيل بيفكر الواحد حاله انه ما له موهوب. أنا من خلال التدريس عملت تجارب كثيرة على الطلاب. في طلاب مفكرين حالهم ما عندهم موهبة. تم التفعيل طالب كان على استعداد نفسي إنه هو بده يتعلم، عم تعلم. بتعلم بالبداية مبادئ الرسم، بيزك، مبادئ ومهارات أولية، هاي اللي مادة بعطيها بالجامعة. فبعد ما تعلم المهارات انت بتحفز عنده، ما بتعلمه. الفن لا يعلم، لكن ممكن بالتحريض، بالتشجيع، بالخبير ممكن ينوه للطالب او المبتدئ انه انت عندك هي القضية، طرف خيط ممكن انت تمشي منه يوصلك لشيء. تفرح لما طالبك يتجاوزك؟ طبعا، ولو بطريقة سلبية. انا دائما اكيد هناك يعني كسر